مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزة نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة. يا نورهان صباح الفل عليك، سعيد بوجودك معنا. أولا عندي سؤالين بعد إذنك، سؤال ليه علاقة بقرار رسمي سمعنا عنه مؤخرا، ليه علاقة بمسألة تأجيل قرعة أمم إفريقيا 2022 إلى أجل غير مسمى طبعا نتيجة موضوع كورونا. والحاجة الثانية في إطار منفصل تماما، ده مجرد سؤال شخصي عندي أنا أثار فضولي، قبل كده سألت هي نورهان طمان تقرب لمخرجنا العزيز إبراهيم طمان؟ قال لك لأ. طب الزميل العزيز محمد إبراهيم طمان يقرب لمخرجنا إبراهيم طمان؟ قال لك لأ. النهاردة معانا خبر عن نانسي طمان بطلة الجمباز تقرب لإبراهيم طمان؟ قال لك لأ. فالسؤال ليك يا نورهان، هي عيلة طمان عايزة مننا إيه؟ في أجواء من التمويه كده، إيه اللي بيجرى؟ مش فاهم. صباح الفل عليك. يا صباح الخير يا كريم. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وكمان بنصبح على نهاوند وبنتمنى لها طبعا العوده مره اخرى بالسلامه. والله عيله طمان، يعني هي نانسي انا من امبارح يعني كل تاجز على الفيسبوك ومنشنز قريبتك قريبتك، لا طبعا يعني طبعا ليا الشرف ان هي تكون قريبتي، لكن هي مش قريبتي. ويمكن عيله طمان منتشره بقى بعيدا عن اي حاجه خالص، يعني قناه الاهلي وحدها فيها بتاع 40 طمان ومش قرايب، مش دي حاجه ملفته للنظر؟ غريبه شويه. ومش قرايب، لا هو انا يعني في ابن عمي موجود بس الباقيين مش قرايب. منور. ولكن طبعا يعني احنا الله يخليك الله يخليك يا كريم، احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع طبعا عشان نطلعكم على ابرز واهم الاخبار. وزي ما قلت يا كريم، خبر تاجيل قرعه كاس الامم الافريقيه بالكاميرون، يمكن ده خبر عاجل جالنا واحنا يمكن بنحضر قبل الظهور او قبل طبعا ما نطلع هوا من موقع يلا كوره، تاجيل قرعه كاس الامم الافريقيه لاجل غير مسمى. طبعا احنا عارفين ان البطوله دي يمكن اتاجلت طبعا السنه اللي فاتت، وكانت هتقام في السنه دي في يعني يمكن 9 يناير، وفي الفتره من 9 يناير ل 6 فبراير 2022. يمكن البطوله عليها لغط كبير جدا من فتره كبيره، وكان اعلن الاتحاد الافريقي مؤخرا او اعلن حاليا مؤخرا يعني تاجيل القرعه لاجل غير مسمى بعد مطالبات من الدوله المنظمه الكاميرون بسبب تفشي وباء كورونا. يعني كورونا لسه يعني مسيطره على المشهد وبتعطل بطولات كتير، ولسه في امور كتير جدا لسه ما رجعتش لنصابها بسبب هذا الفيروس اللعين. كمان خلينا بقى نروح لمباريات اليوم النهارده، في جدول كبير مباريات وديه للمنتخبات. الساعه 5:30 النمسا هتواجه سلوفاكيا، والساعه 6 بقى في العديد من المباريات، اولها انجلترا هتواجه رومانيا، والدنمارك هتواجه البوسنه والهرسك، وهولندا هتواجه جورجيا، ولوكسمبورغ هتواجه اسكتلندا، ومولدوفا هتواجه اذربيجان، والنرويج هتواجه اليونان. يمكن بقى الساعه 9 الا ربع بلجيكا هتواجه كرواتيا، والجزائر هتواجه مالي. ويمكن تاني أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع، حسام البدري يحضر مباراتي المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا. قرر كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول حضور مباراتي جنوب أفريقيا اللي يعني يمكن طبعا هتقام أمام منتخبنا الأولمبي في 10 فبراير وديا في السويس، وكمان في نفس الشهر يوم 13 هنواجه جنوب أفريقيا مرة أخرى طبعا بقيادة كابتن شوقي غريب. يمكن اليوم السابع ذكر أنه حضور كابتن حسام البدري للاطمئنان على بعض لاعبي المنتخب الأول، بالإضافة للبحث عن عناصر جديدة للانضمام للمنتخب. ومن موقع في الجول، غريب انضمام اللاعبين الكبار للمنتخب الأولمبي في طوكيو قرار يخص الأندية. يمكن في الفترة الأخيرة كان في لغط كبير حول انضمام مين من اللاعبين الكبار لصفوف المنتخب الأولمبي في للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة. كابتن شوقي غريب قال تصريحات نقلها موقع في الجول أنه حصل بشكل رسمي على موافقة العديد من اللاعبين الكبار، ويتبقى فقط موافقة أنديتهم. ومن موقع أخبار اليوم، رسميا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. وقع المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو يعني رسميا عقود استضافة مصر للبطولة الإفريقية. يمكن الغيبة عن مصر، ويمكن قال رئيس الاتحاد المصري للجودو أنه مصر ما نظمتش بطولات للكبار في أفريقيا منذ عام 2002، وقال أنه حدث عظيم جدا أنه مصر تستضيف، خصوصا كمان في ظل الظروف الراهنة اللي بيشهدها العالم كله وتأجيل بعض البطولات، ولكن قال أنه مصر قادرة إن شاء الله على تنظيم البطولة. ومن موقع روسيا اليوم، فيدرر يفكر بالانسحاب بعد تأهل صعب.
يمكن قرار صادم شويه لمحبي الاسطوره السويسري روجير فيدرر بعد ما قال انه يعني يمكن بلوغه لثمن نهائي بطوله فرنسا المفتوحه كان صعب جدا، وده كان طبعا في المباراه اللي اقيمت مساء امس واستغرقت حوالي 3 ساعات ونص، ودي كانت امام الالماني دومينيك كويبفر، واستطاع السويسري التغلب على الالماني بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط 1، وده يمكن هو يعني كان بعد صعوبه كبيره جدا، وده خلى يعني وطبعا وصل لثمن نهائي البطوله، وخلى فيدرر يفكر انه يعتزل بعد طبعا معاناته في المباراه الاخيره. واخر اخبارنا بقى من موقع وجريده الجمهوريه، قلق في هولندا بعد اصابه دي لخت قبل انطلاق امم اوروبا. 6 أيام تفصلنا عن يعني الحدث الكبير والحدث الكروي الكبير أمم أوروبا لكرة القدم، يمكن ناس كتير جدا بتعتبر البطولة دي يمكن من تاني البطولات بعد كأس العالم، ناس كتير جدا بتحبها، ولكن خلينا نقول إن في قلق داخل أروقة المنتخب الهولندي بعد إصابة يعني مدافع الفريق دي لخت، وخرج امبارح بعد معاناته أو شعوره ببعض الآلام، ويمكن ده بيزيد من أوجاع المنتخب الأولمبي اللي يعني طبعا المنتخب الهولندي اللي طبعا بيفتقد نجم ليفربول وقائد الفريق وقلب دفاعه فان دايك بسبب إصابته بالرباط الصليبي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا ليك جدا يا كريم وعودة ليك مرة أخرى. أنا اللي بشكرك جزيل الشكر الزميلة العزيزة نورهان طمان، وطبعا كل الشكر أيضا لزميلتنا العزيزة مريم سميح. صباح الفل عليكم ونورتونا. طيب يا حضرات